ست أم أحمد، إن شاء الله إحنا هنرد على السؤال بتاع الخاص بالتفسير في حلقة الرد على الأسئلة، عشان في شبهة هنا نردها ونستفيد في تفسير الآية ورد الشبهة قدر الطاقة. وبالنسبة الأستاذة نغم حول ما هو الوقت المناسب لقراءة سورة الكهف مع حضرتك من مغرب يوم الخميس لمغرب يوم الجمعة، أقدر أن أنا أقرأ سورة الكهف يعني المعنى أن أقدر أقرأها من ليلة الجمعة ويومها، فليلة الجمعة بتبتدي بدخوله اللي هو المغرب يوم الخميس، فمن مغرب يوم الخميس أول ما بيرفع أذان المغرب دي ليلة الجمعة، فمن مغرب الخميس حتى مغرب يوم الجمعة ده الوقت اللي أنا أقرأ فيه سورة الكهف لأحقق الاتباع، أو أن أنا أحقق أن أنا بلتزم السنة في ذلك، سنة قراءة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة يا صاحبة السؤال. بالنسبة للسؤال الثاني اللي حضرتك بتقولي في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فبتقولي أنه يعني لازم أقوم أتوضى وضوء مخصوص ليه عشان أمسك المصحف؟ لا، لا يشترط وضوء خاص للمس المصحف، مدام اللي حيقرأ ده طاهر جاز له المس والقراءة يا صاحبة السؤال.